مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم واهلا بحضراتكم في يوم جديد وملعب الاهلي. ملعب الاهلي النهارده فيه مباريات لعبت بالفعل في الدوري الممتاز هذا الاسبوع، واكيد هنتكلم عن مباراه الاهلي والمقاولين ان شاء الله اللي كلنا بنستناها، عايزين مكسب يفرحنا شويه كده من لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يوم الثلاث باذن الله يكونوا عند حسن ظننا. دايما بنقول دايما لعيبه الاهلي عند حسن الظن، لكن يعني الموضوع محتاج شويه صبر ان شاء الله يوم الثلاث يرجع الاهلي زي ما معودنا. سمعنا الفتره اللي فاتت بعد مباراه الاهلي والوصل الاماراتي، سمعنا اقاويل كبيره جدا واقاويل كثيره جدا ان اللعيبه اتهمناهم بالتقصير واتهمناهم بالرعونه واتهمناهم بحاجات كتير جدا. وانا دايما بقول ان لعيبه الاهلي مش بدافع عن لعيبه الاهلي، انا مش بدافع عن حد خالص، انا دايما مع المصلحه العامه وانتم عارفين، لكن التقصير مع لعيبه النادي الاهلي ما ينفعش نقول كده خالص. احنا ينفع نقول امكانيات، هي دي الامكانيات، ممكن مين يطلعها، ممكن مين اللي يخليها تبقى مدفونه شويه، يطلع نصها يطلعها كلها يطلع 30% منها، ده بقى موضوع اكيد المدرب والجهاز الفني كله. لكن تقصير من لعيبه النادي الاهلي استحاله استحاله استحاله. في اي وقت من الاوقات تلاقي لعيب النادي الاهلي مقصر، تبقى امكانيات على مدى العصور. راجعوا كده بذاكرتكم كل العصور اللي فاتت مع النادي الاهلي، هتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي رجاله باستثناء ماتشات معينه، بتلاقي اللعيب مش مقصر، بتلاقي مش في الفورمه، مش في حالته، بيجي مدرب باسلوب جديد بشكل جديد، فتلاقي اللعيب مش هو اللي احنا عارفينه. لكن تقصير بمعنى التقصير استحاله استحاله بأي حال من الأحوال. لكن لعيبة ممكن يكون الإمكانيات الفنية بتاعتهم في الفترة دي كده الموجود كده ماشي، مدرب باسم باتريس كالتيرون هنقول إنه أثر؟ لا طبعا ما أثرش الراجل، لكن إمكانياته كده، إمكانياته كده، إمكانياته في دجلة كانت هايلة جدا، وفي النادي الأهلي كانت مش هي اللي احنا عايزينها. ممكن أسلوب لعبه في دجلة غير أسلوب لعبه في الأهلي، طبعا ممكن النادي دجلة غير النادي الأهلي طبعا أكيد. فدايما بنقول بلاش كلمه تقصير، مفيش حد بيبقى في ايده ان هو يبقى احسن حاجه، خصوصا ان عنده جمهور كبير جدا بيحاسبه على كل كبيره وصغيره وبيستناه له كل حاجه. جمهور هو عارف ان هو دايما الجمهور بيستناه يفرحه، واللعيب دايما بيبقى مضغوط عشان يفرح جمهوره، استحاله يكسر طبعا او ياثر يعني. فموضوع ان اللعيبه مقصره، لا طبعا اللعيبه امكانيات اللعيبه الفنيه في الفتره دي كده، طريقه اللعب في النادي الاهلي الفتره دي مبينه لك ان امكانيات اللعيبه بتاعت النادي الاهلي كده. فأرجو أن أنتوا تكونوا فاهمين كلامي، فكر المدير الفني بيطلع إمكانيات اللعيبة بنسب، جوزيه كان بيطلع 100% من اللعيب، جوزيه كان مدرب ذكي، مدرب شخصية قوية، وهنتكلم عن مواصفات مدرب الأهلي المفروض تبقى عاملة إزاي. كابتن حسام بدري كان ليه شخصية، كان تنشن شوية، كان تلاقي فيه اللعيبة متنشنة، اللعيبة حاسة أن في واحد واقف بره، حاسة، لكن ما بيدومش الانطباع ده، ما بيدومش. المدرب هادي جدا، هتلاقيه من شخصيته النادي الاهلي هو المدرب، بنشوف فيه اللعيبه، شوف اللعيبه بتلعب كروسات المدرب عايز كده، شوف اللعيبه بتنقل على الارض المدرب عايز كده، امكانيات اللعيبه ممكن ياخد الكوره يجري بيها رقص 1 2 3 و4 ويعمل دبل باص لا انا مش عايز كده، انا عايز كوره طويله من تحت لفوق وحد يطلع وحد يشوط كده، فمش هيبان امكانياتي. فيعني دي كانت معلومه كان لازم نوضحها علشان ما حدش يقول لعيبه النادي الاهلي بتاثر، استحاله استحاله. لعيب النادي الاهلي عنده التزامات قدام جمهوره، عنده التزامات قدام ناديه، عنده التزام هو بينه وبين نفسه ان هو عايز يبقى احسن حاجه هو في النادي الاهلي، وعارف قيمته وعارف اسمه وعارف جمهوره وعارف مكانته وعارف بطولاته وعارف انجازاته وعارف قد ايه هو فريق كبير جدا، فاستحاله ان هو يطلع بشكل مقصر. لكن امكانياته تاني، بعيد وبكرر تاني، امكانياته في ظل الفكر الفني الموجود بتطلع بنسب بنسب.